السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال أسباب البول الأحمر أو البول المذمم عند الأرانب وكذلك علاجه. إذن أول سبب غادي نهضروا عليه وهو المياه الجوفية. المياه الجوفية وهي مياه ديال الآبار، يعني الماء ديال البير. الناس اللي كاينين في العروبية وعندهم الأرانب كيعانيوا بزاف من هذا البول المدمم، والسبب كيكون هو ان المياه ديال البير حتى هي كتاثر بشكل كبير في هذا المرض. هذا كيلقاو ان ديما من فتره من حين الى اخر كيلقاو البول ديال الارانب عزكم الله انه احمر، اللون ديالو احمر مدمم. اذا هذه نقطه من النقط. النقطه الثانيه وهي الناس اللي كيقول لك لا الارانب ديالي انا ما كنعطيهمش الماء، يعني عايشين غير هكاك. وشحال من واحد في لي كومونتير قال باللي الارانب ديالي ما كيشربوش الماء بتاتا. وهي الحقيقه ديال انه ما كيشربوش الماء وهي ان الارانب ديالو راه ماشي كيشربوا الماء، ماشي كيشربوا الماء، وانما الماء ديالهم كياخذوه من النباتات الخضراء. النباتات الخضراء كيكون فيها واحد النوع ديال الماء، صافي مسكين الارنب كيعيش بديك يعني الكميه القليله اللي حنا كنعطيوها له اللي مخلطه مع النباتات، ما كيموتش من العطش، ولكن انه كيبقى عنده هذا المشكل ديال هذا المرض ديال البول المدمم او البول الاحمر. وهاد العمليه حنا كنقولوا في يعني في اللغه ديال الارانب كنقولوا تعطيش الارانب. وهاد تعطيش الارانب راه كيأثر بزاف على الصغار خصوصا، وكيأثر على الحوامل، وكيأثر حتى بشكل كبير وبشكل رسمي على المرضعات. يعني تخيلوا ان الحليب مناش غادي يتكون، ممكن انه يتكون كما قلنا في حلقات سابقه من التفاف، من المعدنوس، من السيكاليم اللي كيكون فيه ديال الخاص بالحليب، ولكن الحليب يعني عموما خاصو الماء، خاص الام نعطيوها الماء صالح للشرب، يعني ماشي ديال الابار، نعطيوها الماء وكونوا متاكدين ان الحليب راه كيتزاد عندها حتى من الماء، ما نحيدوش عليها الماء ونقولوا باللي لا راه غادي الحليب ديالها يكون مزيان. اذا ضروري من هذه النقطه ديال 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 يعني الماء بالنسبه للارانب خصو يكون بشكل يومي. اذا هذه نقطه من النقط. كاين نقطة أخرى وهو الله يسمح لهم بعض الشركات ديال السيكاليم أشنو كيديروا؟ كيديروا العلف ديالهم واحد كيديروا في واحد 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 النوع، كيديروا فيه واحد النوع ديال الصبغيات، يعني هما عارفين أن هذا الشيء راه كيأثر على الأرانب وكيديروه. يعني السيكاليم ديالهم كيكون باش يحميوه من التلف وكيحميوه من الرطوبة، كيديروا واحد النوع من الصبغيات، وكيولي كي 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 المده اللي غادي يضربها مثلا في كتلقى واحد السيكاليم كيديروا التاريخ ديالو قريب يكمل، يعني كيديروا لك فيه مثلا غير 3 شهور، يعني كيديروا لك التاريخ ديال الاصدار وتاريخ ديال الانتهاء ديال التاريخ. كتلقى مثلا شهرين 3 شهور، نوع اخر كتلقى فيه عام سنه. شنو الفرق بيناتهم؟ وهو ان المواد الحافظه، المواد الحافظه الا مشات تدارت كيطول في المده ديال 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 السيكاليم ما غاديش يضيع، وانما المشكل فين كيوقع ان البول كيولي احمر، يعني هذيك الصبغيات كياثروا على الجهاز الهضمي ديال الارانب ديالنا. اذا هذه كنقط، يعني هي في الحقيقه كتعتبر اخطاء خصنا نفهموها، ولكن سمو كيفاش غادي نتجاوزوا هذه الاخطاء؟ اول حاجه غادي باش نتجاوزوا هذا الاخطاء هذه وهي الوقايه. الوقايه خير من العلاج، يعني حنا فهمنا هذه النقاط شنو هما، ممكن اننا نتجاوزوهم وما يكونش عندنا هذاك المشكل. ولكن حنا نقولوا هذا البول الاحمر يعني طول مثلا الاسبوع الاول الاسبوع الثاني وباقي نفس المشكل.
الا كان باقي المشكل كيأثر بزاف على الخصوبه، يعني لا بالنسبه للذكور لا بالنسبه للاناث، الاناث ما كيبقاوش عندهم خصوبه عاليه والذكور كذلك. سمو هو الهديه ان شاء الله ديال هذه الحلقه ديال ديدو صمدي. انا ديما كنعودكم على الهدايا، هذه هديه 100% ان شاء الله غادي تشكروني عليها في التعاليق، كنرحب بالتعاليق ديالكم. اذا كاين جوج مسائل اللي ممكن انكم ديروهم، كاين العسل الاسود، ما تسمعوش العسل الاسود ويصحابكم بلي راه هو العسل الحر، غادي نمشيو نشريو العسل الحر بواحد 300 درهم ولا 400 درهم ولا حتى 500 درهم. لا، العسل الاسود راه كاين واحد النوع كيتباع وهو رخيص في الثمن، واخا انه عسل عادي، وانما كيسميوه هما يعني ملي غتمشيو عند المحلات اللي كيبيعوا هاد الحوايج هادو قولوا لهم العسل الاسود. والمفاجاه انه ماشي غادي تشريو كيلو ولا غادي تشريو نص كيلو ولا رابعه ولا لا، ممكن انكم تشريو سنتيمات، يعني ممكن انكم تشريو 5 دراهم 2 دراهم 3 دراهم، يعني انتم خاصكم تجبدوا في هذيك المحقنه، يعني ملي كتحيدوا لها الابره باش تعطيوهم لهم في الفم ديالهم، ممكن انكم ديروا فيها 2 سنتيم، 2 سنتيم كافيه باش يتعافى الارنب ديالك. يعني الا كانوا عندك واحد القطع كبير ممكن انك تشري مثلا واحد 10 دراهم من العسل الاسود وتفرقوا عليهم، كل واحد تعطيه فمو 2 سنتيم، ماشي ديروا في الماء، لا اعطيه مباشره يبقى يلعق فيه، نتوما كبوه لهم في الفم ديالهم صافي ان شاء الله. راه يعني الهديه ديال هذه الحلقه هذه وهي العسل الاسود. الناس اللي ما عندهمش امكانيات وما قدروش انهم يشريوا العسل الاسود، كذلك كاين حل بسيط وبسيط للغايه وهو المعدنوس. بكل بساطه معدنوس ممكن تشريوا القبطه بدرهم ولا درهم ونص، حتى هو كيحيد هذا المرض هذا، ما كيبقاش بتاتا. الناس اللي غادي يسولوني على الكميه، نص قبطه لواحد، يعني ممكن انكم تشريو قبطه واحده وتعطيوها لجوج، المهم خصو الارنب ياكل من المعدنوس لا غير. الا مشات تاكله منه كونوا متاكدين انها المعدنوس او البقدونس باللغه العربيه، الناس ديال مصر ولا الناس ديال سوريا ولا الناس اللي عندهم لغه اخرى راه كيتسمى البقدونس. كذلك المعدنوس ممكن انكم تعطيوه نص ربطه ياكل منها باش ما يديرلوش اسهالات، ممكن انكم تنشفوها ما تكونش سارده من الماء وتعطيوها له، وراه هذاك المعدنوس حتى هو بمثابه غسيل المعده، كيغسل المعده ما كيخليش فيها هذاك. ولكن ماشي ديروا المعدنوس او ديروا العسل الاسود وتخليو النقط اللي هضرنا عليها ديال المياه الجوفيه، المياه ديال الابار، ممكن انكم تولي تعطيهم الماء خاص، يعني تعمروه من شي روبيني من المدينه وتجيبوه في شي بوديزه وتقعد تعطيهم من هذاك الماء، يعني ما تعطيهمش الماء ديال اللي كتجبدوه من الابار، لا ممكن انكم تخليهم ماء خاص ديالهم تجيبوه من منطقه اخرى وتعطيه لهم هذاك. يعني حنا كنسميو الوقايه خير من العلاج. الى هاد الاخطاء داركناها وعطيناهم اما العسل الاسود هذاك مباشره كيداوي، وحتى الناس اللي ما عندهمش باش يشريو يعني ما كاينش امكانيات، ممكن انهم يستخدموا هاد القضيه ديال المعدنوس، ماشي يعني كاين اللي كيقول القزبر وكاين المعدنوس. القزبر ما ديروش، القزبر راه قاتل بالنسبه للارانب. غادي تستعملوا المعدنوس ان شاء الله وغادي الله يجيب التيسير، يعني حيدوا الاخطاء وعاد ديروا العلاج، يعني ماشي شي واحد غادي يقول لي راني درت العلاج وما خدمش. ضروري انكم هذاك العلاج كيغسل المعده كيحيد هذاك الحوايج اللي ضر بها الارنب، ولكن خاص يكون معاه الوقايه، يعني تحيدوا الاشياء اللي كتمرضهم وعاد ديروا معاه الوقايه. اذا انا كنعتبر هذه الحلقه راه بمثابه هديه بالنسبه لكاع لي فان ديالي، بالنسبه لكاع المشتركين اللي عندي وحتى اللي عاد شارك. الموضوع راه مهم بزاف، حتى اللي ما عندوش هذا المشكل ديروا الفكره في الراس ديالكم، وراه واحد النهار غادي تحتاجوا هذه الفكره. ملي نشوفوا الدم ديال الارانب، البول اعزكم الله ديال الارانب
ديالكم ولا احمر او مائل الحموره شحال واحد غادي تخلع غادي يقول بلي راه صافي وقعت شي حاجه ولا لا راه كاين الحل. بالنسبه لهذا الدم اللي كيرميو الارانب كاين البول الاحمر وكاين الاجهاض. الاجهاض هذاك راه بوحدو يعني باش ما تخلطوش الامور. كاين الانثى الحامل ملي كتحدث لها الاجهاض هذيك راه عمليه اجهاض هذيك كترمي الدم كيبان لك الدم احمر. اما الدم البول المدمم كيكون هو بول ولكن اللون ديالو مائل الى الحموره غير باش ما تخلطوش الامور. منين تشوفوا هذا البول الاحمر ما تخلعوش راه كاين الحل راه هو هذا اللي عطيتكم ان شاء الله. الوقايه اولا ثم العلاج. الوقايه راني عطيتها لكم شنو هي باش ما نطولش عليكم والعلاج حتى هو راه حنا هضرنا عليه جوج طرق بساطين بارخص ثمن ان شاء الله. انا كنحاول ديما نعطيكم يعني ادويه اللي بسيطه اللي استخدموها الاجداد ديالنا وعطاوها لنا يعني على طبق من ذهب يعني في الحقيقه راهم هما مساكن تعبوا على هذه المعلومات هذه ولكن حنايا غادي نطبقوها ان شاء الله ونطبقوها يعني بطريقه عصريه. لما لا المهم ان تكون عندنا الفكره في الراس ما نخافوش من تربيه الارانب وتكون عندنا حرفنه وذكاء في التربيه ديال الارانب. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم ومرحبا بالتعاليق ديالكم. اي واحد عنده شي مشكله انا كنرحب بالتعاليق ديالكم وكنجاوب عليها. لاحظوا انني كنجاوب عليها يوميا. دعمونا بزر الجام ما تنساوناش بزر الجام. تكيو على زر الجرس والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.